نروح بقى للجانب المصري في الاحتفالات الخاصة ببطولة الدوري. اتحاد الكرة بيستقر على احتفالية لبطل الدوري في الملعب نهاية الموسم. ده اللي استقر عليه مسؤول اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة طبعا عمرو الجنايني على إقامة احتفالية للفريق بطل مسابقة الدوري هذا الموسم وتسليم درع بطولة الدوري داخل الملعب. كمان كان في حديث من قبل كده بخصوص هذا الصدد ان هو خلاص وافقوا على إقامة الاحتفالية وإقامتها داخل الملعب للفريق البطل أسوى بما حدث في الدوريات الأوروبية الكبرى. وقرر مسؤول اللجنة الخماسية تنظيم حفل داخل الملعب للفريق البطل يحضرها مسؤول الاتحاد ولتسليم طبعا الدرع ومجلس إدارة النادي بطل الدوري على أن يتم إقامة احتفالية بعد ذلك لتكريم جميع الفائزين سواء بالدوري أو كأس مصر. دايما كده خلينا نقول التجربة كل واحد بنشوف تجربته الناجحة عاملة ازاي وبنحاول ناخد قصوة بيها. احنا في ظروف طبعا استثنائية مش هينفع نشوف المنظر اللي احنا شفناه ده دلوقتي، هيبقى في قاعة واحتفالها فيها، لازم يكون في مكان مفتوح عشان ناخد كل كافة الاجراءاتنا الاحترازية، هو ده الصح وده اللي حصل زي ما شفناه في الدوري الانجليزي لاحتفالية في ارضية الملعب، وده هيكون بشكل طبعا متخذ كل وكافة الاجراءات الاحترازية الكفيلة انها تحافظ على صحة وسلامة الموجودين في هذه الاحتفالية تحديدا وهي احتفالية لقب دوري المصري.